كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وجي إذ المجلس ويس 37 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة يضد إلى موضوع النسخ من الأمور التي ذكرناها أن موضوع النسخ مهم جدا في فهم نصوص الكتاب والسنة أي نكن من سلا مرة أدوات للتعامل مع الكتاب والسنة في فهم القرآن والسنة رب سبحانه يناد في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إذن شريعة ولكن الشريعة يجي الأحكام الشرعية تدرك تفهم القرآن والسنة باللغة العربية وربي ناد في حق القرآن في الآية 195 من سورة الشعراء بلسان عربي مبين وفي سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولكن اللغة العربية تفهم بالأدوات اللي ذكرناها كامل إلا المطلق إلا المقيد إلا العام إلا الخاص إلا الناسخ إلا المنسوخ القواعد الأصولية اللغوية اللي شرحناها إلى آخره وحمل المطلق على المقيد كاين مسائل أصولية مهمة في الحقيقة هي أدوات في يد الدارس المتعامل مع الكتاب والسنة لإدراك الأحكام ولإدراك المقاصد والأسرار ونناد فيما سبق من باب التذكير أن علم الأصول هو مجموعة من القواعد التي تمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أسميد بضر النسخ النسخ جند مهم لابد من دراية وفهم هذا النسخ والعلماء في فهم النسخ صنفان بين مضيق وموسع شو المعنى يس؟ المضيق في مفهوم النسخ المعنى يس رفع الحكم السابق بحكم لاحق رفع الحكم السابق بالحكم اللاحق في كذا الأمثلة القبلة إنسل من اللان تظلان البيت المقدس من بعد يسد النسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام انتهى بعد ذلك صار المسلمون يصلون إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة أقبل الصلاة صحيحة أتظلنا بيت المقدس في فلسطين ولكن بعد يسد النسخ كذلك نناد عدة المتوفى عنها زوجها ذي الآية 240 من سورة البقرة عام حول يعني أسقس ميموث ورقاس ثمطوثيس العدينس أسقس عام كامل من بعد ربي سبحانه يستخفف يرسكن 4 شهور 10 أيام ثمطوث
ميقموث ورقازيس عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. سورة البقرة الآية 234 234 ربنا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. زين وتقول لها ثورة مثلا تصمي كموث ومغارس أتقيم سكواس العدة خاطي أحكام العدة ينس 4 أشهر و10 أيام يسد الحكم وربي يسأل الحكمة ينس في كذا كيد الحكمة ربي سبحانه ونزيما دينا غير ماشي 3 شهور غير ماشي 7 غير أكن دينا ربي أكني. طبعا العلم الحديث درس هذه المسائل لان الدراسات دي ريشيرش في الموضوع وفاند حكمة الله سبحانه وتعالى اجتهدوا في إدراك الحكمة والسر. ولكن كي نعبد الله دون أن نعلم الأسرار ماشي الشرط خاطر لو كان الشمل دي التعليل التعليل الأحكام مشكلة أي غير العشاء 4 ركعات أي غير ماشي 6 أي غير ماشي 12 أي غير ماشي 2 لأنه لو كان سوال الغوري شنو الغوري يلها الصبح نزلطاس ميدن كيركان الصبح لهان 7 ركعات 12 ركعات ديك تصلي في العبادة ديك رياضة مالكين العشاء تمديث أنا عيو سنف كان لهانت نغلا نغ رمضان إذا رمضان إلا قاتل فيكسي كان دي ديسمبر نا جونفي المد في فري لها وقت الصحارى ربي سبحانه يناد فمن شهد منكم الشهر فليصمه ورمضان يتبدل الصلوات ركعات معلومات والصيام أيام معدودات والحج أشهر معلومات لو كان ماشي أشهر معلومات يقول مي قالوا حد يحوج حد يحوج لكن دغا تحبس لونكومبرمون الضغط الاكتظاظ ولكن خاطي اي غير دني غا ولاقي وقيد الاحكام لربي سبحانه عز وجل مثلا في الحديث الذي خرجه الامام مسلم والامام وغيره كنت نهيتكم عن زيارة القبور في رواية فزوروها فإنها تذكركم الآخرة حسن تفروح إذن كل هذه المسائل معلومة فيها نسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في رواية ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة الحديث الصحيح خرجه الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه والإمام أبو داود والإمام الحاكم الإمام النسائي والإمام الحاكم في مستدركه يعني حديث صحيح ذي الوقت ان الناس كانوا حديثي عهدين بالإسلام الناس وزورثا المقاتل وزورثا المقاتل من عيث هناك منع بنص ولكن بعد ذلك فزوروها تسد بالفا يعني التي تفيد الترتيب تعقيب الفورية لا عادي يعني يجوز فالمعنى وذكرنا الأوامر فيما سبق خطر لو كان ذاغي يونس نفهم ذاغي ذاغ الأمر يفيد الوجوب على الإطلاق ما عندها لازم لو كان ما نزورش المقابر أنا نكون آثم لا لا ممكن الإنسان ما يزورش المقابر وليس آثما هكذا كان إرشاد للإرشاد وتوجيه للإباحة وذكرنا معاني الأمر ولث يعني أمشي ينفع كيف استخدم الأصوليون القواعد اللغوية دلالات الحروف دلالات الكلمات والألفاظ لحسن التعامل مع النصوص في الكتاب والسنة لو كان بقولش الأدوات هي مشكلة صافي كي في الزور هما لا أمر أمر معنى يفيد الوجوب ولكن علماء اللغة بالإجماع سلفا وخلفا أن الدلالة لا تفيد دائما الوجوب إما الأمر يفيد الوجوب
إما يفيد الندب، إما يفيد الإباحة، إما يفيد الإرشاد والتوجيه، إما يفيد الاهتمام، إما إما إما. ذكرنا معاني الأمر فيما سبق، نربط هذه بتلك. لذلك العلماء مدنان، هناك مفهوم مضيق أو مفهوم مضيق للنسخ، معنى رفع الحكم السابق بحكم لاحق، ولكن بعض العلماء عندهم مفهوم وسع يطلقون النسخ على التخصيص، تخصيص العام، ويطلقون النسخ على التقييد، تقييد المطلق، ويطلقون النسخ على البيان، يعني وسعوا. هذه كخلاصة مركزة لما ذكرناه. أيضا في مسألة مهمة في باب النسخ، كي نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رفع عن أمتي الخطأ، وفي رواية إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، هنا أيضا تحدث العلماء عما يسمى بعموم المقتضى، هذه مسألة أيضا مهمة، عموم المقتضى. الحديث يجي يوم السلام نزمر نفهم عدة أفهام. رفع عن أمتي الخطأ، ما هو الفهم الأول الذي يتبادر إلى الذهن؟ السؤال لكم، يعني واحد، أي واحد منكم يقدر يجاوب، كيف نفهم هذا الحديث؟ رفع عن أمتي الخطأ، أربي يرفض في الأمة إنو الخطأ، أنه لا يقع، يعني أن الأمة لا تخطئ، واضح؟ هذا مما نفهمه من نص الحديث، ركزوا معايا، ظاهر الحديث رفع عن أمتي الخطأ، المعنى يس الأمة فين سلمت وتغلظارة، وهل هذا يقبل؟ لا يعقل. إلى الفهم وايض، لا شوف تفضلوا، ممكن فهموه عدم العتاب وعدم المؤاخذة، رفع عن أمتي الخطأ معنى أن الله لا يؤاخذنا، نصلي ونخطئ في الصلاة، هل يؤاخذنا الله؟ لا يؤاخذنا، نزول نغلظ، أي غرديوسة ترقع فظلف، سجود السهو القبلي والبعدي، سجود انتثث، شرع جبرا للخطأ وكذلك إرغاما للشيطان كما ورد في نص الحديث واحد آخر، المعنى يس باش خطر الشيطان يزبر أغي يشوش باش نغلظ، إما لنا سوب الغرفة ظالفيو تيجي زمغانا أترقع ذرقع والترقيع إلا أرمو ذا غنترقع وكتا ظالف النغ بالاستغفار في الأخير مين كمل تظليف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الأدعية. إذن يفهم من هذا الحديث رفع المؤاخذة، المؤاخذة يعني رفع الإثم ورفع المؤاخذة الأخروية، ماشي الدنيوية، الأخروية. وكاين مفهوم آخر للحديث رفع عن أمتي الخطأ، اجتهدوا غيش أثي دفع ما خمت كاش شطحي دفع، نعم، رفع الضمان، رفع الضمان، هل هذا يقبل؟ رفع الضمان معنى ويني غلظن وري ضمن نارا، بمعنى هذا في مثال يوني رزا حاجة خطأ نرزات السينير يارك ضربي تحسب ضرا لا تؤاخذ في الآخرة لأنك أخطأت. المفهوم الأول غادي يفن لا يمكن لا يعقل،
ولكن هل يغرم؟ هل يعوض؟ يعوض. يون ذي حزوائل ستوموبيل شط الحوض نورمال، تحترم قواعد السير، يساديون خطأ يحوزيك، يحوزيك يرزيك الفار، يرزيك كذا كذا كذا. طيب هل ترسي الحبس رفع عن أمة الخطأ؟ إن كيني أرجو رفع عنك الإثم دنوف السعيدارة مياس خلص خلاص المسفان. إذن لا يفيد هذا الحديث، لا يفيد رفع العقاب أو المؤاخذة في الدنيا أو الضمان أو التعويض، لا لازم تعويض. سو ما يسمح سو هذا سمح لنا واحد سمح وجي مستوى واحد آخر، الإحسان مستوى واحد آخر. ربي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولكن لو طالبته بالتعويض لازم يعوض. خطري غسي يغلظ إيه يارك ربي سمح، ولكن أخويا فرزيت خلصت. لذلك القتل الخطأ، القتل الخطأ ورعني أخام ذي السولة، واحد قتل واحد بالسيارة ولا بالبندقية ولا بكش حاجة، إيه رفع عن أمة الخطأ. لا يؤاخذ ديانة ولكن يضمن قضاء، هذه خلص أليس كذلك؟ الآية 92 من سورة النساء، الآية 92 السطر الثاني الصفحة اليمنى. إذن ربي ودية مسلمة إلى أهله، ربي دي قرص لا دية، مادام طبعا الدية ليست ثمنا للنفس البشرية التي لا يمكن أن تقوم، لا يمكن أن تقدر، لا يمكن، ولكن لله حكم فيما شرع ربي سبحانه. إنت ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ميم ذاك إنت ثلاث ديا ولكن ما سمحت، إذن كي نقراو النصوص نستحضر كل معاني دلالات، وبعدين تأتي الضوابط التي ندرسها في مثل هذا العلم يضبط المسائل. كل حاجة قم كانس، كل حاجة قم كانس. إذن رفع الخطأ عن الأمة على وجه الإطلاق، رفع الوقوع، هذا أمر لا يعقل لأنه يقع والأمة تقع في أخطاء. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، بارك الله فيك. سقوط أو سقوط الضمان أو رفع الضمان، لا هذا يقع لازم إلا بالسماح والإحسان، لأنه هذا الذي يفيد تحمل المسؤولية. مولاش كل واحد يقول لك مانيش مسؤول، لا مسؤول، بالعكس كان حتى مسؤولية الإنسان ولا في الماليس أزقر يكشم دقويلة بايض يستخسر ولا يخلص، ماشي أزقر ذافيس، مسؤولية الشخص عن الأشياء ومسؤوليته كذلك عن الحيوانات. سعى المسؤولية في الإنسان مكلف تجري عليه الأحكام، ولكن يفيد هذا الحديث أيضا رفع الإثم والعقاب الأخروي، هذا الذي يسميه الفقهاء أنه لا يؤاخذ ديانة ولكن يؤاخذ قضاء، أي في الدنيا. النسخ نؤكد على أنه كما قال المصنف تاج الدين السبكي
المختارف على الحكم الشرعي بخطاب، هو قال بخطاب، فهمنا بأن النسخ يفيد رفع الحكم السابق بحكم لاحق، ولكن كيف يرفع؟ تاج الدين سبكين يرفع بخطاب، ولكن كان العلماء قال لك لا لا، الخطاب وحده زائد أي النظم. مثلا الإمام البيضاوي إنه بطريق استخدم كلمة طريق لنقد، خطر كاين ذكرنا هذا الأمر، إما نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ، ذكرنا هذه المسائل. المهم الإمام تاج الدين السبكي قال المختار، وكي يقول كلمة المختار معنى هذا اختياره، هذا اختياره. والاختلافات بين العلماء بين الأصوليين بين الفقهاء تلقى واحد عنده اختيارات. نقول لك مثلا اختيارات الشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر الله يرحمه، اختيارات ابن قيم الجوزية الله يرحمه، اختيارات ابن عبد البر القرطبي المالكي، اختيار عنده اختيارات، كل عالم عنده اختيارات. هو في علم الأصول، وقد قلت لكم من باب التذكير أن هذا الكتاب جمع الجوامع من أعظم كتب علم الأصول، وصاحبه يقول هو خلاصة زهاء 100 كتاب، يعني راه أعطلنا هدية كبيرة، خلاصة مركزة مهمة زهاء 100 كتاب. إذن هو درس واطلع على آراء العلماء على آراء الأصوليين واختار ما اختاره لحجج. قال كالمختار رفع الحكم الشرعي بخطاب، أي بخطاب شرعي. هل يمكن أن ينسخ، أن يقع النسخ مثلا عن المكلف بغير خطاب مثلا بالموت؟ أقول لا، الموت ليس ناسخا، الجنون ليس ناسخا، يعني إذا طرأ على الإنسان طارئ أو عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية، هذه ليس نسخا، هذه ليون سمحتي يتظلى ذي المؤمن سلع عقل يسو كلش، من بعد يروح سلع عقل هذه يجتظلي ثوري تصوزو مارا ودي تحجو يارا. الزكاة تدني غيرها، خطر الزكاة متعلقة بالمال، ماشي يوني الدروش يسلف أسيني همالا أين كو يكسف وليت عشر، راه إيه لا قدي عشر، هذي عشر، لأن الزكاة وعاؤها المال، بل حتى اليتيم يسعى نس قوسي العمريس يموت فافاس اليتيمة كي ورثت هي لا قدي هذا الزكاة. الولي نس الولي على المال ذنسا إلا قد يعشر تريكا يورث وجيل غصم الزين، شو دار العقل الزكاة؟ ولكن تظليت وتظلى راه ذايم الدروش يسلم رمضان يتصوزو ما راه ذايم. هل يمكن أدنيني الجنون ناسخ؟ لا، النسخ لا يقع لا بالموت ولا بالجنون ولا بالسفاه ولا بالعته، يعني مقارن الطوارئ ولا التي تطرع الإنسان اللي هي تسمى عوارض الأهلية. يكمل إنك فلا نسخ بالعقل، يقال إنك فلا نسخ بالإجماع. هل يمكن أن تصور نسخ بالإجماع؟ قلوا أجمع العلماء على النسخ، لا يمكن، لأن الإجماع، الإجماع متى يقع؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن قول مثلا أجمع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا؟ هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن، لأن الإجماع، جاف تعريف الإجماع نتاعو تعريف الأصولي، الإجماع ما اتفق عليه اتفاق جميع العلماء
المسلمين، هذا قيد معتبر، على حكم من الأحكام الشرعية العملية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد معتبر. بعد المثيس يكون الإجماع كما سيأتي البيان في المستقبل. من بعد شدنا المصنف تجدين سبكين، النسخ واقع عند كل المسلمين، يعني الأحكام الشرعية المنسوخة تعم كل المسلمين كالملا، أين يسالي النسخ. وسماه أبو مسلم إنك تخصيصا، لكن بلا ما نعود، لأنه هذا خلاف بين الأصوليين. كان اللي مثلا أبو مسلم وقيل هو لا يؤمن بالنسخ، قال كان كيني حتى في واحد كتب كتاب اسمه لا نسخ في كتاب أحكمت آياته، اختار فيه مباحث عميقة في الموضوع بلا ما يشمغي سنتكتي كذلك، لا نسخ في كتاب أحكمت آياته. ولكن عند التحقيق أنه بلي أمر النسخ موجود لحكمة أراده الله عز وجل، يعني يقول والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، هذا كلام المصنف. طبعا ما ثور الشرح، ما يجري على الأصل يجري على الفرع، لأن الفرع يتبع الأصل، شيء طبيعي. إنه والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، طبعا للفرع تابع للأصل. كاين بعض التفاصيل أتجاوزها لأنه سمحت لي خطلنت بعض التفاصيل وهمن ترى مليح ثورة وهمن ترى مليح، هي من باب الخلاف الأصولي، هي مسائل دقيقة جدا نخليوها نشير إليها عند اللزوم. والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم، يعني لازم التبليغ قبل التبليغ، وليش النسخ؟ نقول لك مثلا هل تم نسخ 50 صلاة؟ نكون نزرى باللي يخي يفرض ربي سبحانه 50 ظلة في الأمة، 50 في سلم ليلة الإسراء والمعراج، يا خكا الصلاة فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تعرفوا الرحلتان، رحلة الإسراء والمعراج رحلة أرضية ورحلة سماوية. هل يمكن تورن كي نقول باللي من الأمثلة نسخ 50 صلاة بخمس صلوات؟ لا يمكن. وتفرض انت لا مزاد نزيل انت، لو كانت تديش قاع ربي سبحانه وجبريل، جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان بعدين سلمنا تزالن 50، ان بعد يسخف لا سن يسنقص وانت خمسة، ذا قادر النسخ. أما كنت النادي تحويل القبلة من المسجد من بيت المقدس بفلسطين إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، ولكن ثقيلة ما نذكروش كمثال. أي غر نرجع واش قال المصنف، والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم. أسي فارك يا ربي تجدين السبكي إجفتت مسألة دقيقة. أي غير كي قال المخنون ولا قال تفهم وقيد النسخ، ماشي ذي النسخ، أي غير لأن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقه. أم بعد لشو دينا يتعين الناس الخاتمة، الخاتمة في موضوع النسخ يكون موضوع الباب الكتابي، يتعين الناسخ بتأخره. طبعا الناسخ يتأخر عن المنسوخ، المنسوخ يتقدم والناسخ يتأخر، هذا معقول.
وطريق العلم بتأخره الإجماع. أو قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ، أو بعد ذلك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه، ذلك إشارة إلى مثل الحديث الذي ذكرناه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بعدما انتهينا من الكتاب الأول، الكتاب الأول اسمه في الكتاب ومباحث الأقوال، وقيل في ذا شحالاكي قبل شهور، وقيل العنوان أم قرآن اسمه الكتاب الأول، أم بعد العنوان قيل الكتاب الأول في الكتاب، يعني يقصد القرآن الكريم، في الكتاب ومباحث الأقوال. الساقين الشم ديال الكتاب الثاني اللي هو في السنة، المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن السنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع معاذ بن جبل إناس إلى اليمن، إناس كيف تقضي بين الناس؟ إناس بكتاب الله، بالكتاب القرآن، إناس مثل ستالوف يسد السؤال أم كتخذ مضن سد داويض الجواب، إناس القرآن كتاب، إناس فإن لم تجد إما لولاش إناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنينك إناس فإن لم تجد ممكن نرد السلوف مازال في عصر السلام ودينا لذيك لا حديث ولم تنزل عليها آية. ذي نسينا أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أدخر جهدا. وعلماء الأصول صنفوا هذا المصادر التشريع: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس، إلى آخره. هي كنت نغار إن شاء الله يوثيوث ثورة في السنة. تجد دين السبكي إفكاد التعريفينس ذا شو ديننا، وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ذا يديننا حبسيت لا، وهي أقواله وأفعاله، سجد السنة يعني أشو ديننا ذا شو يخدم. طيب السؤال المطروح، لماذا لم يذكر السنة التقريرية؟ لماذا لم يذكر السنة التقريرية؟ تقرير تقريراته لم تذكر. هو بالنسبة لتاج الدين السبكي كيف يقرأ تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أفعاله، هي أفعاله. طيب الآن ما دمرنا في الشرح، نحاول نشرح السنة النبوية. السنة في اللغة تفيد طريقة، طريقة المستقيمة، تفيد العادة، تفيد الشرعة الماء، تفيد يعني هذا السنة، سنة سنة طريقة متبعة، قد تكون أو منهاج، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، قد تكون نافعة وقد تكون مضرة. كيني وكيني سنتي كذا وكذا، سمحتي بين قوسين الأعراف التي تصنع تعرفي السنة ملالا مسفاما خذ من تعرفي السنة متبعة يا خكا سمحتي ياس الشمضري وثنت الدرف لكن كني تعرفي النغ ذا شو تسكا ثلا في لوني لقد ذاك من الصباح ثم ديث يرقزن خذ من نجرنسيد نجرنسيد مزورة تنفع ثاقي ما تنفع أنا تنفع مليح أكيد إنه كوني ذي الموحى اللي الليل أذي روح سخان قمغارا عيب أذي روح دار العجزة جامي نكون إنسان ثواشول تنسان أذروم نسعى ثدرث نسعى العرش سنفرك يا ربي فرنس صافي لاباس قوا القرن كل جعل ربي ذا ذروم احنا ذي العيبه دي قيميون ولي سعار الدريه دي في مانيس خام قمغار عيب اي غير في تذرين ومراقي سانت الاعراف سانت السلطان اكثر المدن اكثر التمذينين اكثر مشاكل
هذه راح يوني ثلاث دارت هذه زنزة خامل الجدود تلعيب خامل الجدود شلي صحيد صحيد أشينا يغرم زنزة خامني ذي العاصمة دون تقمارة ذي العاصمة زنز في ماني أكاستني من غلا هايون ديونك ماشي ساعة خام ذي العاصمة يسعى خامن دا النظام بلا ما بذرد الولايات النظام يسعى خامن يثدر في الصحيثي دا خامن الجدود يميث بضامي الصحيثي هل ترى كيف كيف خامن هاكي؟ لا ولن فهم هذا قبيلي تولي فهم هذا ولا هاكي حيني من بعد يا اخي ناس ناس ودي قلت لا تعرفيس خامن الجدود هاكي يسعى اون فالور مورال هي قيمة معنوية ماشي قيمة مادية فهمي إذا جمعت الخير لذلك أي غرض القاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا وربي القرآن دواء مر بالعرف والقاعدة الفقهية نظن العادة محكمة والعرف ما تعارف عليه الناس ممكن كان تعريف الأصوليين العرف شوف العرفين تعرفي ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل استقامت عليه أمورهم ذيان وزنزر خمل جدود مولش أسيل الشفعة يفريث العقل يفغذر يربح يدري من شفعة تسيد تسجثارة أثيواه وكذا جاء أيضا سعد أخذ رسائل اخترت كوالتسين وقورا ذي الشوالاقية وقورا ذي مقرانا ما ذوي نفهم انثى شرعيث يرنى يستقبيليث تجديث سواسو مونتي في مراكا أذي لي وخصر وراني أخمدي السولخ إذن السنة هذه السنة كنت تكون السنة مليحة ممكن السنة مش مليحة إن شاء الله هنخدم السنة نقلها أي غدي النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى بقول كان أدن جرديون بفريد خند السنة مذانا أثذف عن مدن سعيد لاجر ميمو قال لك يدفع تسكت دي لاجر اتسود لاجر ومن سن في الاسلام سنه سيئه لا يوند سمحتي يا غدي وي حاجه اتدين جر ديريت هذه وي سوى ذنوب يجا دير فهميت اما السنه في الاصطلاح تعريف نسيلة تعريف الاصوليين إلى تعريف المحدثين إلى تعريف الفقهاء باش تنفهمك تعريف أدن زور تعريف الفقهاء معلش تعريف الفقهاء السنة ما يقابل الفرض خطر كل يون كل عالم يسعى سي تكنيك يسعى سا ميثود يسعى طرق السن الفقيه غير تفتغ مثال أمذية صيام رمضان فرض ولا سنة؟ فرض وصيام الشوال سنة هذا نتفرغ الفقيه ساسين مسلين أكن أكن فرضنا السنة الصلاة سمحتي هكذا الله أكبر من بعد ذي خدمك بدعة هذا البدعة ولكن ما الزول ذكى بالسدل نغب القبض في ضرس السنة قلك السنة إما يوني الزول فاسي سردفير إلى للمضطر المكره يوني ما يتوشود يتوحبس يشود النفاسي سردفير هذا الظل هذا الظل ولو بغير وضوء لا طهارة مائية وهي الأصل ولا طهارة ترابية وهي البدل يصلي فاقد الطهور ملاش صفي الفقهاء نند السنة
إما ما يقابل الفرض أو البدعة. تمييز. تعريف السنة عند الأصوليين ما أثير عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لأنه قيد يرنان أشين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع باش يخرج من السنة ما هو ليس بتشريع كما سيأتي البيان. إذن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول السنة القولية إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به سنة قولية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سنة قولية أو فعل السنة الفعلية صلوا كما رأيتموني أصلي سنة فعلية ظل ثكنيث ولم ظل الحيج خذوا عني مناسككم يا خكا الميولا الصحابة غمشي يدي حجن في عصة سلام حجنت يقيم ذاكني المذن كني ثورا أدنى حجة كنت حجن كنت حجن النبي صلى الله عليه وسلم. التفاصيل وردت في السنة الفعلية العملية أو تقرير. أشو المعنى التقرير؟ يعني يونسي الصحابة أديني أدي خدم حاجة نغديني حاجة ونفي صلى الله عليه وسلم إما يحسنها كحديث الحديث نتاع أبي داود مسينا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك فقي سنة تقريرية نغلا روح نسين الصحابة في سفر أكا من بعد يوضو خنزالي في سعين رمان يون ديكسن ظل نتايمو ميسين ظل نستايمو ميسين طبعا إلا قد ظل نستايمو ولكن اسمي ظلن قبل ذي فات الوقت وفنمان يون ديكسن وريع وذارة فظلث إني أسن كيني تيممخ دخلت في العبادة في الطاعة بوجه مشروع فلا مجال للإعادة تعود غرا والسن خاطئ يغلظ ويعود الظلي وشيء طبيعي أكل ذاكي لو كان يكون مصدره أنا مخلفة يونخيني تعود غرا وضحيني كذا يوذر عادي أسمي بظن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما في زوج وينك من عوذرة إناس شيني إناس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك يفرح ما سينا كان بعصة السلام هذا يفرح لا يفرح أصبت السنة وأجزأتك صلاتك أين كيد خدمض يقرز لها من بعد وايض وين النظر يتسرجوا يتسرجوا يا شهيدي صح النساء حسيني صافي نعفافة غيرنا وقيلة تدبي غير سوا سوا ولكن يعاود يغلظوا يرني عاود يتزلف إن يسلك الأجر مرتين يفرح نغالا يفرح نغالا يفرح أمزور يفرح والسين يفرح يني غاون أنا غرس الشريعة باش نصفرح الغاش الرسالة وصلت إلى قن غرس الشريعة ندرس الشريعة لإدخال الفرحة في قلوب الناس لا ندرس الشريعة لإحزان الناس أو لتشتيت الناس أو لزرع ما تعلمون ولكن منهج نبوي عميق وفيه ذكاء يعني أمشي سيفرة النبي عليه الصلاة والسلام أقرهما إذا تجي السنة تقريرية السنة تقريرية إلا ذا سيد عمر بن العاص الظل استيمم إماما إيه من بعد فوق الخبار وظهر النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قال لي الناس يا رسول الله ربي دينا في القرآن
لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولم يرى يدوش سوى من الصماغا يجاوب في الآية لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآية 29 من سورة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام تبسم ودي انتقرا ثقيت مزور ديون دني غير ينتقد اسمي كونفيرمي تي قبليت وقي تقرير في السنة ثقي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا تبسم يصاد والصحابة فهمت باللي ستين كونفيرماسيون معنى أي اللي خدم عمر بن العاص يجوز هاو فهم لا قارنة. لذلك يقول العلماء في أي موقف في قدرني الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يحضر نغبي الخضر إما يجيز تقرير إما لا ينكر عدم الإنكار. لماذا؟ لأن البيان في موضع البيان لأن السكوت في موضع البيان بيان. شوف القاعدة السكوت في موضع البيان بيان. فكي ضرمي مجارة ونكد ورا ونقول مثلا يا خاكا أهديني يا بابا السفغ المال وإن كنت تقارن السفغ طوموبيل السفغ المال شنو السصمض أذي فهم بلي تقبلض هذه السفغ المال أثنيكس يعني أثنيكس إن شاء الله هذه يغال وسن دي السفغ المال أفرحني مولا. إذن سنة تقريرية أثن فهمت ولكن علماء الحديث زقد ناس ليك ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة فرضا سوسان وتعريف علماء الحديث أوسع تعريف للسنة هذا باش كان من باب العلم يعني باش نفهم تمثال أمثلات وتفكر الأمثلة عن الصفة والسيرة. مثلا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه أمشي تغيمي أمشي قلحو. وهناك من الصحابة البارز فيهما هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يجتهد مثل سقر ولا زرير حضرة التذائف مليح وقي من كمال الاتباع. هذا ليس واجبا هذا ليس واجبا هي باش نحطوا الامور في نصابها. وكنت نفتح مثال عن عبد الله بن عمر تجرى اسمي دي عدن في صلاه يسلمه اسمي بذر تجراني يعدى سي لا غوش اليسار حياتي يفاد التجرى يعدى دروات لا غوش نورمال. ولكن ابن عمر يروماركيف باللي يعدى لا غوش ميديوس ابن عمر ولكن واحد سناك ذي الغاشي هذه وضر تجراني وسي تسعد ديال سي لا دروات هذه عدي سي لا غوش ما سينا يغرى سيقر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهميد الله. ولكن ليس واجبا نتسان في عين ربي رضي الله عنه ولكن الأمة ليست ملزمة الأمة ليست ملزمة بهذه الأمور لا إلا ما ورد على سبيل التشريع. لذلك بعض العلماء أضافوا هذا القيد يعني على سبيل التشريع. عذرا حادي السلام طريقة السلام هذه سلمة فيون هذه طبعا من أخلاقه كنا ماذا بك تنزبع خطر من الذوق فقلت الذي لتعريف المحدثين للسنة النبوية هذه في كافوسيون إلى قد زقنت والم تقول أنا عميه
خاطر لو كانت تفكر فوسيون أتخدم ذاك يخصنا ولا يخصنا؟ يخص مليح، يخص مليح، إلا على سبيل النسيان. سؤال غاسو تمي الهناجيو بورتابل في كوا تفا بورتابل هكا الحصو السلام عليكم نسي هدر يسعد دافوسي والله ما يزرى في كوا الميم ديال الهضور صدر ديوان نسي تفا بورتابل مستني تفهم ضي داكين ايه فهم غاك ديم زاك سلن نسي يخدم الميساج يخدم يير طبيعات في كذاكي زير طبيعات خاطر الغاز مشغول سلا التكنولوجي يخدم لي ميساج ان شي يخدم شي قرض مزاق سلم خاطي والد فرمت الغفله نوقعوا كاع فيها الغفله عاد الغفله نوقعوا فيها سمحتي حتى التدريس في المساجد الملاحظه للمدرسين امثالنا غير صر ربي كان في كون نغلط ما تركزت انا كاي خاطي والي هكا هكا مقرك باش تشعر باللي مجال اهتمام للشان مقر صغير ملكا صافي ذا شو دينا ثورة إذن في كذا تعريف الفقهاء تعريف الأصوليين تعريف المحدثين أدوالغ إلى متن الكتاب وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله إذن تقريراته دخلت في أفعاله أما الصفات قالك هي عبارة عن حكايات الصحابة الصحابة يحكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا كان يجلس كذا كان إذن اكتفى بهذا البيان وبعدين يكمل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون أشار إلى موضوع العصمة موضوع مهم معصومون علاش لماذا أدخل أقحام هذا الموضوع هذا موضوع نتاع في العقائد موضوع عصمة الأنبياء لا يدخل في الأصول أليس كذلك الأنبياء يختارثنا ربي سبحانه سعنا وغلغنارا باش يكون البشر لا الأنبياء معصومون سعنا العصمة لماذا ذكرها صاحب الكتاب صاحب المصنف تجدين السبكي بارك الله فيك باش يقول باللي اين دبين الانبياء من الدين وحي ومن مقتضيات العصمه التبليغ الصادق الصحيح وما على الرسول الا البلاغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك هي الانبياء معصومون هذه المساله موضوع عصمه الانبياء موضوع يدرس بعمق في علم العقائد علم الكلام علم العقائد ولكن ذاكي ذكره تاج الدين السبكي باش كان غديني السنة لها حجية حجية السنة النبوية الوحي القرآن الكريم ذا ولا ربي سبحانه نزل وحيا والسنة النبوية لها حجية ولكن تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا ولا عمدا ذاكي يطفي القول طبعا العلماء خشنت مليح هذا ممكن يصدر من الأنبياء بعض الأمور التي لا تضر لا تمس بالوحي لا تمس بالوحي خاصة ما يصدر منهم في إطار تجاربهم البشرية هذا أمر معقول النبي صلى الله عليه وسلم يفد القوم ناس وخدم ثرى كذا وكذا النخيل يعني شبدي فلاح من بعد أغنى سوال من بعد شو يظهر المهم الحكاية طويلة يثيرني أنتم أعلم بأمور دنياكم لذلك العلماء ننت ما يدخل في التجارب البشرية
في المجال الزراعي الفلاحي، في المجال العسكري الأمني، في عادي. أي غير في غزوة بدر، غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يسد غرسي صحبي حباب المنذر ناس يا رسول الله تهجيني القرى ذاين الغزوة إيوالا نسيس على الخبرة العسكرية الصحابية ناس يا رسول الله، ولكن قالها بأدب ناس أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ الله يا ربي الله، شوف الأدب. إيوالا النبي عليه الصلاة والسلام دا يقال للجيش ينس المسلمين أمكنني أرينو سفارة يفعل ثمان خاطر الجيش ماريكش من ذي الحرب يحوج أمان. المهم لانت مبررات أخرى الصحابي يجي ينتقد إنيس يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله استرف قياس الحذاقة ماذا ربي إيش ينان خدم الجيش ذاكي ذي نغذي صحراء ووال خطر ربي عنده والله يعلم وأنتم لا تعلمون ذيين سوى النوز كين قرص قبيلي سوى النوز إن ربي كفى ووال أم هو الرأي والحرب والمكيدة نغل مجال مفتوح أدفك الرأي أدفك ثخي ثمغلي وثمسني النبي عليه الصلاة والسلام إن يسفك تيد أمشي خدمي مما سليمان الفارسي سلمان الفارسي سلمان الفارسي يا أخي سيدي يبين الفكرة أني الخندق حفر الخندق يجرب ذي الميدان يجرب مليح الفكرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولي كان وسينارا حبة سانكذ النبي ذا الرسول ولاش خاطئ يعلم الأمة يعلم الصحابة يجتهدون يفكرون يدبرون إلى آخره إنس أم هو الرأي والحرب والمكيدان بعصا والسلام إنس بل هو الرأي بل مضاربة إنس بل هو الرأي والحرب والمكيدان يفكيس الفوفير يفكيس الضوء الأخضر يفكد الرئيس يغسى والنبي صلى الله عليه وسلم يغسى وال إذن يثمثن مثل هذه الأمور التي تصدر من جبلية أو ذات صلة بالتجارب في مجال الحياة هذا الأمر فيه سماحة ولا نلزم هذا ليس تشريعا نلزم به. من بعد وفاقا للأستاذ بو ما دين وفاقا للأستاذ على بالكم يستخدم لي مو كلي كلمات مفتاحية شرحنا بعضها ما دين الأستاذ يقصد أبو إسحاق الإسفرايني وقي يقصد والشهر الثاني وقي يقصد أبو الفتح صاحب الكتاب المعروف الملل والنحل لقيف ذريثيد وعياض مدينة عياض معناه القاضي عياض يسمى يلقب بعالم المغرب وهو إمام في الحديث آلت إليه الإمامة في الحديث في زمانه وقد توفي سنة 544 للهجرة والشيخ الإمام شكون داك الشيخ الإمام مدينة الشيخ الإمام المعنى زفافاس زفافاس مدينة الشيخ الإمام المقصود والد المصنف والد المصنف والد الناظم يعني تجدين سبكي وبعدين وشدين فإذا هذا كلام المصنف فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل لا يقر على باطل مي ولا الباطل ورسو سمارة هكا الخوا لذلك وجد تقرير وش يدي في ذراذي هنا قال أقواله وأفعاله نكون قلنا فوجئنا لماذا لم يكن تقرير أول العلماء قالوا التقريرات تدخل في الأفعال مع ذلك في النهاية يفذري سيد بطريقة ذكية إناد فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل
وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا. أحيانا يقر بالكلام كقوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وأحيانا يسكت، والسكوت في موضع البيان بيان لأنه لا يقر أحدا على باطل، وأحيانا يستبشر يتبسم وأحيانا إلى آخره، ثم إلى أن يقول وما ك، وبعدين ذكر بعد ذلك المصنف ذكر بيان أوجه الفعل ولا بيان دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا واش قال تاج الدين السبكي، وما كان جبليا، معنى وكذيف، ما معنى جبليا؟ حني على فطرتي فطريا، مثلا أمشي قلت النبي صلى الله عليه وسلم أمشي قلت غيمي أمشي قلحو كذا كي ذا شو قلت شا ماشي اللي قلت شا غلقة تشوف خاطي ذي اللي قفا شو فضلنا شيء نظن. بعض الصحابة أقول بعض الصحابة يدققون في الاتباع، ذكرنا ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب يعني عبد الله كأنموذجا، من فعل ذلك لا أجر له، مفاجأة، إلا إذا نوى، إذا كان لباعث خدم ثعمامث، خدم ثشيشيث، لسا قندور، لسا فرنوس، حر، باش أكليس، هذه دخلنا في المباحات. إذا كان واحد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الأمور، بباعث كمال الاتباع، عنده أجر. ذاكي سالم. ما إلا كان كافة عادي خطرها أمور جبلية كلي ونمش أي لحو ومش رايل سمش رايج، ولكن الأحكام الشرعية المشتركة خصوص الصرع كل شوالي كذا كذا واحد سنت كذا لا ديك الشريعة ماشي المعنى يستقي الدعوة إلى التحرر بلا حدود، لا قرن استقبالي في الزربي وحديق سيري مسلاي الزرب يوحدي وما كان جبليا إذن يخرج عن دائرة التشريع بيقين باتفاق العلماء أو بيانا، ما كان بيانا ما كان بيانا يدخل في التشريع كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، وجد بيان في الزكاة بين أوعية الزكاة وأنصبة يعني الممتلكات أنصبة الزكاة كل ذلك بيان، ولكن ما كان بيانا ضربنا أحكام السنة بالنسبة للقرآن. وهناك الأنواع الآتية، النوع الأول سنة مطابقة، لا السنة مطابقة للقرآن هكذا ربنا أقيموا الصلاة نبينا يصلي بني الإسلام على خمس، يعني الأحكام التي وردت في السنة موافقة أو مطابقة للسنة، ربي يوم رغد استطاعت الوالدين نبي عليه الصلاة والسلام يوم رغد استطاعت الوالدين سدو إلى يوم يقارن ذا السنة المبينة ذاك إما بتقييد المطلق أو بتخصيص العام أو بتفصيل المجمل، ما جاء مفصلا في القرآن ما جاء مجملا في القرآن تفصله السنة، ما جاء مطلقا في القرآن تقيده السنة، ما جاء عاما في القرآن تخصصه السنة، والأمثلة ذكرناها فيما سبق. الناد باللي تقييد المطلق مثلا موضوع الوصية القرآن من بعد وصية توصنا بها أودين، وجاء السنة النبوية الشريفة الثلث والثلث كثير، ما يتعلق بتفصيل المجمل
ربي ناد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاءت السنة وفصلت أحكام الصلاة والزكاة تفصيل المجمل، وتخصيص العام ربي سبحانه أمر انتقال الميراث، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الميراث يقسم على الورثة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يناد ما نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني وقي قاس تخصيص العام. إلا ذا النوع الثالث من السنة ومقارن اسمس الأحكام الجديدة، يعني ما معنى جديدة؟ معنى لم ترد في القرآن. أكيد فكيد كان ميراث الجدة أشحال يا أخي القرآن يهضر في الميراث، فكيد زيغ ستي الجدة أشحال ورثي الميراث ولاش في القرآن ولاش السنة. حديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم يناد أطعموا الجدة السدس لوان سيزيام تجد ستوي في ستة شروط، الشرط الأول ولا قاسي في إماس مثلا في إماس محجوبة ما لنسنا في ولي جد إماس بافاس وكذا إماس قماس الورثنت السدس أثبضونت يا رسنت أن سيزيام أثبضونت أتغل أن دوزيام أن دوزيام واحد على 12 واحد على 12 مثلا في إماس أضروح أنت سنات الأم تحجب جميع الجدات هي قواعد الميراث. إذن من أين أتينا بميراث الجدة؟ من السنة، صفيح حكم جديد ودي يسرد وإيش القرآن تحريم الذهب على الرجال ذهب في الحرام في الحرير ماشي ذي القرآن ذي السنة اللي أنت أحكام وردت في السنة ولم ترد في القرآن لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أو مخصصا به، ما معنى مخصصا به؟ يعني ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في التشريع. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صيام الوصال، يكون لا يجوز، لا يجوز أنوزوم ذقواس أنوزوم ذقياض، أكني خاطي يكوني أنوزوم كان ذقواس المغرب أنج صح. التهجد وجوب التهجد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كوني إذا كان واجب التهجد نزمراز نزمير أنا دي رمضان دي عشر سنين جاروث وانت وزهرك يعني بلا لا تخفيف تقيدي خاص به أحكام خاص به. وذكر العلماء أيضا تعدد الزوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ضرب على ثلاوين يعني لا بوليغامي أربع نساء الحد الأقصى ستزوج بأمهات المؤمنين أكثر من أربعة وتقرر أي خاص به صدر الرسول هذيك مفهوم فغادي العلماء ند ما كان خاص به النبي صلى الله عليه وسلم ليس تشريعا لنا يخرج من السنة التشريعية. إذن كخلاصة السنة سنتان، سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. واش قال تجد السبكي؟ إن يكفى واضح يفكى ديم بولة فواضح إن يفرى فهم غاوند فواضح. من بعد يكمل وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد ايه هل ترى الى بد ما دي حج فوضار نغسوف لا لافيون وتقرر فوضار ثورة روح لو قاعد يتحجوا الفوضار هكا راه ماشي ولكن دي حج يغاد سي الحج وتعقيد على الناس حكى نغسيد نظران ماشي حج فوضار اكل كل الوقت مني شوط الغمان شوط ضادار شوط صافي ثورة الدين اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الحج هاك ندي حوج الزمرار زميرات ونزمر دي عين ربي يجوز ذاكي بعد يجري الجبلي والشرعي باش كذلك القوس العيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه روح سكيون بفريد يوصل سكيون بفريد يبغى تخدم دركة لست آثما صح تزلط صلاة العيد وقال سيد فريطني ما تفغلت في دلظافري تغيلها
شهدنت الملائكة. يعني لن تفاصيل ذكروها هي تفاصيل لطيفة يعني ربحا للوقت. وما سواه إن علمت صفاته، سبحان الله إن أذكر صفاته ودي صفة ماذا شوثة. أيها الدنيا كتاب جمع الجوامع جميل جدا، ولكنه أيضا عنده بعض الصعوبة في الحقيقة. خطر أحيانا يهدرس الكود، لا شو يقصد صفاته هكي، يعني هل ترى واجب نغم مندوب نغم مباح أو إن علمت صفته. بعد شو دي كمل إن فأمته مثله في الأصح، يعني إن علمت صفة الأمر إما يكون واجب لا يكون مندوب لا يكون مباح فأمته مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لشو دينا بعد آخر حاجة في درس اليوم في مجلس اليوم، وتعلم بنص، النص هو الفاصل. ما أنتو لقد شمل الهوى، خطأ كذي شمل الهوى إن كان ديني حمل غفرنوس إيه لا قوكت اسمه فرنوس، الكرة الأرضية كاملة لقد اسمه فرنوس. أولا كي بس قبيل نارو يتسوق قبالة إنت كي غير همي ولاش نص الدين أنا كماك ذا هو يضل سكذا هو يضل سكذا مفهوم. أنا شمت قيم الموضوع أنا قرز لشوالنا أنا غالا نسوالي ثامولي زدين يصفن. إلى هنا ينتهي مجلس اليوم، نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.